إلى حضرة نبينا وشفيعنا ومنجينا وهادينا ومعشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم وصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه بعد القبول منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا ومنجينا وهادينا ومعشوقنا وقرة أعيننا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هاته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وإلى حضرات آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وآله وأولاده وأهل بيته وعترته أجمعين وأصحابه البدريين والعهديين والخندقيين والحنينيين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وجميع الأنبياء والأولياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين خاصة إلى حضرة سيدنا أبي العباس خضر عليه السلام وإلى حضرة سيدنا سيد الشهداء حمزة القرار رضي الله عنه وإلى حضرات أصحاب النوبة رضي الله عنهم وصاحب الوقت رضي الله عنه وأهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم. اللهم اعل درجاتهم في الجنة. اللهم انفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بحقوقهم وبجاههم وبكراماتهم وبقربهم لديك
بارك لنا في جميع أمورنا خاصة بارك لنا في اجتماعنا هذا بركة تامة شاملة نامية كما باركت على عبادك الصالحين وافتح لنا في جميع أمورنا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأقاربنا ولمن أحبنا ولمن نحبهم ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا وإياهم شرور ما قضيت اللهم ادفع عنا وعنهم بلياتنا وبلياتهم يا دافع البليات اللهم اشفنا وإياهم ومرضانا ومرضاهم بشفائك يا شافي المرضى وعافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنها وضيق عيشها وعذاب الآخرة وأبطل السحر والعين والنظر واللذابة عنا يا أرحم الراحمين اللهم اصلح أحوالنا وأصلح فساد قلوبنا وحسن أخلاقنا وصحح أجسامنا واشف أمراضنا وقل حوائجنا وأد ديوننا وطول أعمارنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واحفظنا وإياهم من عذاب القبر ومن عذاب النار واجمع بيننا وبينهم في دار الأمان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.